السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمنية عبد الناصر من مصر، كلية العلوم قسم الجيولوجيا والكيمياء جامعة جنوب الوادي. هنتكلم النهاردة عن types of the rock، أنواع الصخور. ولكن في بداية الأمر حابة أشكر القائمين على مبادرة الأولمبياد العلمي الثالث، وعلى الأخص الدكتور أسير حداد لمساعدته لنا وتعاونه ومشاركته معنا. types of the rock، عنواننا النهاردة اللي هنتكلم عنه بيحمل أربع موضوعات: روك سايكل، إيجنياس روك، سيدمنت روك، ميتامورفيك روك. هنتناول كل كونتاكت من دول وموضوع على حدة، وهنبدأ ب روك سايكل. ونتكلم ان الروك سايكل دي عبارة عن عملية طبيعية بتحدث كالإروجن والويزرنج والميتامورفيزم والكريستاليزيشن، ولكنها بتتم على ملايين السنين، علشان كده هي بتتم بطريقة very slowly، وبتعمل على تحويل صخر لنوع تاني من الصخور. طيب بيقول لك كمان ان الروك سايكل دي ملهاش بدايه ولا نهايه، لان هي ما اقدرش احدد دلوقتي ان الصخر ده ابتدى او بكره ممكن ينتهي او الحوار ده، ليه؟ لان هي بتتم على ملايين السنين وما زالت مستمره ومتكرره، تعمل مستمره ومتكرره، مستمره ومتكرره، وهكذا. عندنا ثلاث مفاهيم مهمه لازم نفهمهم في الروك سايكل. اول حاجه منها الكريستاليزيشن، عمليه التبلور، از ماجما كولز. بيقول لك ان الماجما بيحصل له عمليه تبريد، والتبريد للماجما ده بيعمل على ان هي تتكون صخور مختلفه زي الصخور الناريه السطحيه وتحت السطحيه وجوفين. روجن اند ديبوزيشن اند ويزرنج، دي عمليات التجويه والتعريه، دي بتعمل على تفتيت الصخور الى حبيبات اصغر. وكمان عندي عملية الميتامورفيزم. الميتامورفيزم دي عندما يتعرض الصخر سابق التكوين إلى درجات حرارة مرتفعة والضغط مرتفع، ولكن دون المرور بعملية الانصهار، عشان كده بيتحول إلى روك، عشان كده بيتحول إلى ميتامورفيك روك. دي بالنسبة للتلات مفاهيم المهمة في الروك سايكل: كريستاليزيشن، إروجن، ميتامورفيزم. الصورة المبسطة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي دي بتتكلم عن الروك سايكل، ولكن بصورة أكثر دقة، ان الماجما دي بيحصل لها عمليه تبريد فبتتحول وبيحصل لها عمليه تبلور وتتكون ايجنس روك. بعدين الايجنس روك بتتعرض للهواء فبيحصل لها عمليه ويزرنج وتجويه فبتتفتت وتتكسر فبتتكون سيدمنت. السيدمنت دي بيحصل عمليه كلاسيفيكيشن ولاسيفيكيشنز، عمليه تصلب بواسطه السيمنتيشن والكومباكشن، فبيحصل لها ايه؟ فبتتكون صخور سيدمنتري روك. السيدمنتري روك والاجنيس روك لما بتتعرض لدرجه حراره مرتفعه وضغط مرتفع بتتكون صخور عندي المتحوله، الا وهي صخور الميتامورفيك روك. هنبدا النهارده بالصخور الناريه اجنيس روك. بيقول ان هي بتتكون فورم فروم ذا كولينج اند هاردنينج اوف ماجما. ذس روك كان فورم باي سلولي كولينج بينس، يعني هي بتتكون بطريقه بطيئه جدا لما بتكون داخل سطح الارض او خلال سطح الارض، ولكن لما بتتعرض للهواء مباشره زي اللي بيحصل في الصخور الخارجه من البراكين بيحصل لها عمليه على طول، انها كويكلي بسرعه شديده جدا بتتكون الصخر زي البازلت، عشان كده بنشوف فيه ان في فراغات او كده. ليه؟ علشان الفراغات دي بتعمل اللي هو لما بيتعرض للهواء مباشره بيحصل عمليه تطاير للغازات والميه اللي جواه فبتسيب اثر اللي هو الفراغات. عندي نوعين من الصخور: اكستروف اللي هي عمليه صخور ناريه خارجيه اللي هي البركانيه، وصخور ناريه انستروف اللي هي الجوفين. بعد كده عندي الكلاسيفيكيشن ليها، عندي نوعين، عندي اربع انواع. فلسك اول نوع منهم اللي هي دي زي ما حضراتكم شايفين اللون بيكون لايت فاتح، بتتكون من نسبة عالية من السلكة والكوارتز، ومثال ليها الجرانيت. عندي تاني حاجة الانترميديت روكس، بتكون لونها متوسطة اللون ميديم، وبتكون نسبة السلكة فيها أكتر من الفلسك، ونسبة الحديد بتكون أعلى شوية من الفلسك برضو، ولكن وبتكون مثال ليها الدايورايت. عند المافك روك نسبة الحديد والمغنيسيوم فيها بتكون كبيرة بدرجة عالية، وبتكون نسبة السيليكا قليلة والفلسبار بيكون فيها عالي، مثال ليها الجابرو. عند الالترا مافك روك دي صخور نسبة الحديد والمغنيسيوم فيها عالية جدا، زي ما حضراتكم شايفين ان حتى اللون غامق اسود، وعلشان الحديد فيها متركز بدرجة كبيرة. هننتقل لصخور السيدمنت روك. زي ما حضراتكم شايفين ان الصخور هنا مفككة، يعني دي بنسميها سيدمنت وليست سيدمنتري، يعني دي مش صخور، لا دي حبيبات مفككة من صخور سابقة التكوين. فصخور سابقة التكوين دي بيحصل لها عملية تعرض للتهوية والتجوية فبيحصل لها عملية تفكك، فالتفكك ده بيكون سيدمنت. السيدمنت دي بيحصل عملية لاسفيكيشنز، بيحصل عملية تصلب بواسطة سيمنتيشن و كومباكشن، فبتتكون عندي صخور سيدمنتري روك.
بس ده انت ركزي زي ما حضراتكم شايفين ان هي كانت حبيبات، بعد كده في فراغات، بعدين عملت لها ملاصقه اللي هي تلاصق بالسيمنتيشن، بعدين تكون صخر مترابط في المرحله رقم 4. ميتامورف كروك، ميتامورف كروك بتعني كلمه ميتا اللي هو تغير، مورف اللي هو شكل، فهو تغير في الشكل، عشان كده اسمها كامل ميتامورف كروكس. ميتامورف كروكس فروم يعني بتتكون من ايه؟ عندما الصخور بتتعرض لدرجه حراره عاليه وضغط مرتفع تحت سطح الارض، فبتتكون عندي صخور متغيره في الشكل وفي النوع. مثال ليها عندنا الصخور الكوارتزايت والشست والنايس، ودلوقتي هنتكلم عنها باستفاضه. عندي صخور تصنيف صخور، التصنيف صخور الميتامورفيك عندي فوليوتد ونون فوليوتد. فوليوتد زي ما حضراتكم شايفين اللي بتكون لايرز بهذا الشكل، لايرز عبارة عن طبقات، طبقة بيضاء طبقة سوداء وهكذا، لايرز فوق بعضهم. عندي مثال ليها الشست والنايس، زي ما حضراتكم شايفين ان الشكل بتاعها بيبقى متورق بهذا الشكل. اما الصخور الغير متورقة بتكون عبارة عن ماسيف، عبارة عن كتلة واحدة بهذا الشكل، زي الكوارتزايت والماربل، دي كلها عبارة عن نون فولييتد روك. وفي الختام احب اشكركم لحسن استماعكم، شكرا جزيلا.